يوم آخر ونفس الشيء، لا شيء تغير. كل شيء رمادي ومشوش. كنا نعتقد أن الحزن سيزول في أحد الأيام، ليس صحيحا، إنه يصبح أكبر. نتصرف بشكل طبيعي أمام الناس، لا نكره الناس، لكن لا نحب التواجد هناك. نبقى داخل الغرفة مع ماء وصور قديمة، فقط أشياء تجعلنا نستمر في العيش. هل جربت هذا الشعور؟ تفقد لذة الشعور بكل شيء. الطعام لم يعد لذيذا، ولست جائعا أصلا، ولا تستطيع النوم، وإن نمت فستنام قليلا. ترى الحياة بلا هدف، ولكنك لا زلت متمسكا بحلمك. تعجز عن المقاومة، الأفكار الانتحارية أكبر منك، وسادتك لا زالت مبللة. الجميع يقول لك أنك بخير، لا أحد جرب الشعور الذي تشعر، لذلك تشعر بأن لا أحد يفهمك. مما يولد شعور الوحدة لديك، تخاف من الاكتئاب وأنت الذي لا تشعر بشيء.